حنا تأسست الوداديه ديالنا منذ 2012 وخدينا هذه البقعه هذه اللي كتشوف هنايا، كنا شريناها بهذيك المساهمات ديال المنخرطين. تقريبا عندنا واحد 88 منخرط اللي كلهم دافعين المستحقات ديالهم. دابا هذه 12 سنه دابا دازت في هذا المشروع هذا، حتى شي حاجه ما دارت فيه، ماشي 12 سنه الارض ما تجهزاتش. كنا كنصحاب له، كنا كنظنوا بان راه الارض راها في المجال الحضاري، واذا بها اليوم فاش جينا نبحثوا لقيناها باقا في المجال القروي، فهمتيني؟ لان حنا دابا بدل ما نضربوا باش نبنيو، لقينا ريوسنا دابا خصنا نضربوا غير باش ندخلوها للمجال الحضاري. دونك هو النهار الاول هذا السيد هذا الرئيس، نهار فاش اتصلنا به وداك الشيء ودار الاعلان وجينا وخلصنا المستحقات ديالنا، كان تيفرق علينا واحد ديكروكي اللي تيقول لك فوالا راه هاد الفيلات اللي غادي تبنيه، على اساس ان راه المهندس ديجا المهندس راه واخد المشروع وراه خدام يعني في الاجراءات ديالو. ولكني من بعد ومع مرور الايام بدينا تنشوفوا بان هاد السيد الرئيس ما تيجمعناش، ما تيعيطش علينا، ما عمرنا ما اجتمعنا. هادي 12 سنه دابا ما تنتعرفوش، يلاه دابا هادي واحد الشهر باش بدينا كنعرفوه، بدينا الناس بداو كيلتحقوا بينا فاش بدينا تنهضروا في الصحافه وداكشي، بداو دابا الناس كيلتحقوا بينا. وهذا هو الاشكال اللي كاين دابا. هاد السيد هذا الرئيس ما كيتواصلش معنا، حتى التليفون ديالو سدوا علينا، المقر ديال الوداديه ما كاينش. دابا حنايا راه واصلين معاه دابا الشكايه للوكيل الملك، ماشيني راهم كيتصنتوا ليه دابا في السلطات في لي جوندارم. ودابا حاليا كيف كتشوف راه دار الاعلان على البيع، باغي يبيع الارض. راك شتي دابا تمايا راه مكتوبه تما داك الرقم راه ديالو، وراه داير الارض للبيع وما تصور معنا ما تيش حاجه. وتتعرف بان باش تبيع واحد الحاجه اللي ماشي ديالك، واحد الحاجه اللي مشروكه ديال الناس واللي دارت فلوس الناس، تيخصك تعلن على جمع وتجيب واحد المفوض قضائي ودير واحد المحضر، وهاد الناس يوافقوا لك، خصهم كلهم يوافقوا لك، خصهم يوقعوا لك البيع. الا ما وقعوش لك البيع راه هاد الارض راه ماشي ديالك، راه ديال الناس. وهو دابا كيتصرف بحال هاد الارض ديالو هو. هذا هو اكبر خطا دابا اللي هو طيح فيه. وحنا لحد الان باقي تنطلبوه دير اجتماع باش المشروع نتعاونوا عليه، نشوفوا كيفاش نفكوا المشاكل، ولكن هو يرفض. هاد البقعه دابا حاليا راها واقفه في الحداده على ما يسمى بالفرنسيه تيقولوا البلان داميناجمون، بمعنى باش غادي تدخل باش تلتحق بالمجال الحضاري. حنا دابا راه خابرينا بان في 2025 بعد 10 سنوات هذه راه غادي تدخل للمجال الحضاري، حيت هادو داخلين هاد الجهه راه مجال قروي، سمعتيني؟ دونك هو يعني خدا هاد الفتره هذه خداها مدروسه. علاش؟ لانه غادي يبيعها دابا قبل ما تدخل للمجال الحضاري، غادي يدير فيها صفقه وغادي يتصرف هو في ديك الاموال بالطريقه اللي بغى، ومن بعد حنا غادي يعطينا كل واحد غادي يعطيه ديك 4 دريال ديالو، سمعتيني؟ ويبقى ليه المجال هو باش في 2025، هي باقي لها دابا غير واحد المده زمنيه، واحد المده ديال 5 شهور، وغادي تدخل المجال الحضري وغتولي مشروع اخر عاوتاني. حنا مشينا، سمعتيني؟ غادي يولي هو داخل في مشروع اخر مع ناس اخرين. حنا هذا الشيء فايقين ليه وعارفين ليه، وهذا الشيء علاش حنا تنأكدوا كما قال الاخ بوبكر، اننا دابا حنا واقفين كنطلبوا من هذا السيد الرئيس انه يعلن على اجتماع حاليا، اجتماع استثنائي باش نتناقشوا في الموضوع ديال الارض. اذا كان البيع راه حنا اللي غنبيعوا، راه حنا الناس مالي الارض هما اللي غيبيعوا ماشي هو. مطالبنا ماشي هي كثيره، هي معقوله. اننا تنطالبوا باش ينظم الجمع العام ويعطينا التقرير الادبي والمالي باش نعرفوا راسنا، لان 12 سنه هذه ما عمرو نظم الجمع العام، وتكون لنا الفرصة أننا نتعرفوا بالإخوان اللي كاينين معنا في هذه الودادية. وأهم من هذا أنه يهز يدو على الأرض ووقف البيع حتى نتفقوا من خلال الجمع العام إن شاء الله، إلى درناه نتفقوا واش نستمروا في هذه الودادية ولا نديروها للبيع.
هذا ما تنطلبوا فقط أننا السيد شدنا واحد 12 سنة ما كنا كنعرفوا لا بيدينا ولا برجلينا. بعد كان تتواصلوا به على التليفون من 6 شهور عام إلى آخره. دازت هذه الفرصة هذه الفترة هذه كاملة، ولهذا تنجدد الطلب ديال أنه ينضم الجمع العام ديال الودادية.